رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أصحاب السعادة أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى للفصل التشريعي السادس، مقدرا عاليا الأمر السامي بتكليف معاليه لرئاسة مجلس الشورى. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الثقة الملكية السامية تشكل مصدر اعتزاز وفخر كبيرين، وتعد نواة ومحورا ودافعا لمواصلة العطاء الوطني، معربا عن الشكر والثناء الرفيع لما يوليه جلالته من رعاية ودعم ومساندة لكل مسارات التقدم والتطور في مملكة البحرين، مجددا لجلالته العهد والولاء، وأن يكون عند حسن ظن جلالته حفظه الله من خلال أداء الصلاحيات الدستورية بأمانة ومسؤولية، واضعا تطلعات جلالته في صلب العمل التشريعي لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، وأن تكون الغاية الأولى هي مصلحة الوطن والمواطنين. أكد رئيس مجلس الشورى على التنسيق والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنا متابعة ودعم سموه للسلطة التشريعية وتوجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون بما يعظم من إنجازات السلطتين.